تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلق مستشفى الملك حمد الجامعي حملته الوطنية للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم تحت شعار فرصتك للشفاء. ونظم مستشفى الملك حمد الجامعي هذه الحملة للمرة الرابعة على التوالي بالتعاون مع وزارة الصحة والكلية الملكية للجراحين، جامعة البحرين الطبية، واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية. هذه الحملة التي تستمر لمدة 3 أيام متتالية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن أمراض سرطان القولون والمستقيم، وستتضمن تقديم الاستشارات والمعلومات الصحية والتثقيفية والنصائح المهمة حول هذه الأمراض، والتي يقدمها نخبة من الاستشاريين والأطباء المختصين في هذا المجال طوال أيام الحملة. بالإضافة إلى ذلك، تدعو هذه الحملة المواطنين والمقيمين ممن تفوق أعمارهم 45 عاماً للتسجيل لإجراء الفحص. الحقيقة هذا اليوم يعني المرة الرابعة اللي سوت مستشفى حمد النشاط اللي هو الاكتشاف المبكر لحالات سرطان القولون، هو الحقيقة شيء يعني جيد والنتائج أكيدة وجيدة. يعني في المحاملة الأخيرة طلعوا حول 44 حالة لبداية سرطان، غير حالات اللي كانت فيها مع البوليبس اللي عقب تسوي له سرطان. فيعني تصور لما يكون 44 حالة في حالة بداية السرطان وعلاجها يكون يخلص وما في مشكلة قضية، لو هذه الحالات تمت عليها 2 أو 3 شهور تقدمت صورت إلى حالات متقدمة في السرطان انتشر في مكانات كثيرة، معناته خلاص صعب الواحد أن يعالج السرطان لما ينتشر. أتقدم جزيل شكر امتناني لمعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة في رعايته الكريمة للفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في نسختها الرابعة. طبعا هذه رابع سنة احنا نسوي معانا، وطبعا هذه دأب المستشفى. أهدافنا بالإضافة إلى العلاج أهداف استباقية، أول شيء تثقيفية طبعا واستباقية، تثقيفية على مستوى العلم بالأمراض وطرق اللي تظهر فيها، وطبعا استباقية من ناحية تحديدها وعلاجها في أوقات مبكرة. من خلال هذه الحملة تقريبا حتى اليوم فحصنا أكثر من 13,000 مريض، وتم الكشف من هذه الحملة عن 44 حالة سرطان في مراحل مبكرة، كلهم مرضى ياو ما عندهم أعراض وسووا الفحص المبكر، فحص بيوم واحد وقدرنا نكشف عن هاي العملية. وغير السرطانات في المبكر اللي كشفناها، كشفنا عن 128 لحميات كبيرة كان ممكن تتحول لسرطانات، هذه كلها عبارة عن وقفنا المرض من انه يبدي. تهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي لأهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم. إذا ما تم تشخيص هذا الورم وهو الأكثر شيوعاً للرجال وثاني أكثر شيوعاً بعد سرطان الثدي في النساء، إذا ما تم تشخيصه في مراحل الأولية تكون النتائج بصورة جيدة، قلة معاناة للمريض ورحلة علاج أسهل ونتائج أكثر إيجابية.